بالمناسبة يا دينا، ايه اللي بيفرق مالتي فيتامين عن التاني؟ هنفترض ان في نوعين ثلاثة والثلاثة مصرح بيهم من الجهات المعنية والى اخره. ايه اللي بيفرق نوع عن التاني؟ هل نسبة تركيز كل فيتامين على حدة جوه الكبسولة؟ نسب التركيز بتفرق، والفيتامينز يعني في فيتامينز موجوده في المالتي فيتامين ده المصرح بيه وكل حاجه محترم جدا، بس في فيتامينز مش موجوده فيه والجسم محتاجها. يعني كون ان العلبه دي علبه مالتي فيتامين مش معناها بالضروره ان كل الفيتامينز موجوده لا فيها. لا لا مش ممكن معناها. تختلف من نوع للتاني، بتختلف من شركه لشركه ومن نوع لاخر، والتركيزات اكيد بتختلف. اكيد. طب سؤال، في نفس الفئه بتاعته ايه اللي يفرق الف مالتي فيت عن غيره؟ ألب مالتي فيت يفرق عن غيره انه من الاقوى كضد اكسده. في فيتامين اي وفي فيتامين اي وسي، الاثنين دول انتي اوكسيدنت. مهم ان انا اعمل ضد الالتهاب. مش بقول ان كل التهابات الجسم نتيجه نقص الفيتامينات، الاكل بيعمل التهابات. اهم حاجه ان الالتهابات نعرف هي نتيجتها ايه، لان لو التهاب نتيجه مرض معين لازم اكلي على الدكتور. لكن احيانا الجسم بيعمل التهابات من الاكل اللي مش صحي، زي المقالي، زي الفرايدز، الحاجات الفرايد المحمره والاكل المسبك ده بيعمل لي. السكريات الزياده عن اللزوم اللي قلتها في اول حلقه بتعمل لي التهابات. التدخين بيعمل لي بيعمل لي اوكسيديشن وبيعمل لي اكسده. فلازم ان انا، لو صعب ان انا اقول لست او راجل امتنع عن التدخين هيمتنع عن التدخين، بيبقى حاجه صعبه جدا. فبنحاول ان احنا نعوض سنه، طبعا لازم نمتنع لانه اضراره رهيبه. بحاول ان احنا نصلح ولو حاجه بسيطه. فطبعا الب مالتي فيت الاقوى كمضاد اكسده، فيتامين اي من اقوى الفيتامينات اللي ربنا خلقها لتحمينا من الاكسده، بلس اكيد فيتامين سي كمان انتي اوكسيدنت.